السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. المرة الماضية طبعا تفرجنا شو الإعدادات عشان تعرفوا إيش اللي بصير عندي بالشبكة. يعني هذا راح يعمل فاير وول، راح يعمل ناتنج، بتقدر تنزل عليه دي اتش سي بي سيرفر ويعمل دي اتش سي بي سيرفينج. فبهي الحالة بيبقى عندنا الكونفيجريشن، ننتقل ل جونيبر ار 1. لكن خلينا ناخذ قبل ما ننتقل، خلينا نتكلم عن شغلة مهمة جديد كثير. انتو شايفين هنا في عنا area 0، هنا عنا area 1 2، هنا area 2 3. نعمل configuration بعدين نتكلم، يعني ممكن راح يصير عنا مشكلة. احنا بنعرف ان الـ OSPF لازم تكون كل الاريا، كل area مربوطة بالarea 0. ليش؟ لانه الاريا 0 هي عبارة عن العمود الفقري للـ OSPF، يعني هي الباك بون، يعني هي الشيء الاساسي اللي بربط الـ OSPF، المرجعية تبعهم اللي سميها الكبير تبعهم. فانت هنا اذا وضعت اريا مش بجانب الاريا 0 فراح يصير عندك مشكلة. راح نشوف كيف راح يصير عندنا مشكلة، راح نشوف كمان كيف بدنا نحل هاي المشكلة. فننتقل مبدئيا لراوتر لجونيبر راوتر 1. طبعا هنا لو حكيت له شو، ما في عندي اي شيء، بس عندي سيستم كذا، هاي اشياء بسيطة. هذا عبارة عن الروت باسورد، سيسلوج، ما في عندي اي شيء، فايل مسجز كله، يعني بعدني على الزيرو انا شغال. اول شيء بدي احكي له سيت انترفيس. انتو شفتوا انه الانترفيس هو EM0، ولان اللي هو المربوط، يعني المربوط مع الراوتر اللينوكس راوتر، هو عبارة عن EM0. فانا راح انتقل هون احكي له EM0 family inet address، الادرس اللي بدنا نحطه اللي هو لازم يكون بنفس السبنت، فانا راح احطه 1 وهو 11 24. ومن جهة راوتر R2 انتو شايفين هنا 20 12 12.0، فهو راح يكون عبارة عن 1 على الشبكة، راح يكون عندي هون .1. هيك بيكون عندي، هيك انا بكون عملت configuration للانترفيسز. ننتقل للراوتر اللي بعده set. طبعا في شيء مهم هون، احنا بنتكلم عن OSPF، فشو اللي لازم نعمل له set؟ loopback address، يعني هذا الشيء اساسي loopback address. فانا راح احكي له 1-1 وهون 1-1-1، او لا 1-1 بكفي، علشان لما نيجي ل 3 ما فيش 333، فمش راح يعني راح يعملنا مشكلة. فهي loop back 0، نحكي له كومات. الآن لو حكيت له شو، فانتو شايفين هنا انه 1-1، اما لما صارت عندي هون لما اجي ل R3 راح تسوي لنا مشكلة. فعلشان هيك انا اختصرت الموضوع من اول. فانترفيس EM1.0 family inet address 172.20.20.12. ليش؟ لانه عندي هون EM012، فهي راح تكون عندي .2/24، وكمان عندي 23، لكن هذا على EM2. وبضل بيبقى عندي اخر شيء اللي هو 2222 اللي هو loopback 0 0. هاي كومات. طبعا هذا اخر راوتر. بعدين راح نعمل configuration ل OSPF. just interfaces EM2.0 family inet address 172.20.23.3/24. كمان في عندي هنا طبعا انا
شايفين هاي اللي هو اللي يعني الهوست تبعي فاي ايث 0 مشبوك على اي ام 7، فهو حسب ما هو موجود عندي على على لينوكس ماشين. لو ألقيت نظرة أنا شو اللي عملته على لينوكس ماشين، حكيت له اف كونفيج، فبنلاحظ هون إنه أنا عملت له كونفيجريشن على حد علمي، لكن نلقي نظرة عليه 33 100 133 100 راح نخلي الراوتر اللي هو دوت 1 133.1. فهو راح يكون عندي 133.1 واللي هو على EM7، وبيبقى عندي آخر شيء اللي هو اللوباك أدرس اللي راح يكون عندي على 33 لوباك 0. وهي كومات. طبعا اتوقع هاي بس هي الامور اللي احنا راح نحتاجها هون. ننتقل لجونيبر ار 1. الان بدي احكي له set protocols OSPF area 0 interface EM 0. كمان بدي احكي له كمان له لللوب باك ادرس 0. بتقدر تحط باسف يعني مش لكن هون اصلا ما في عندي يعني كثير ما في عندي كثير راوترز 1 2 انترفيس اي ام 1 2 اي ام 1 نحكي له كومات. فأنا هيك وضعت الاثنين. الآن لو حكيت له run show route نلقي نظرة هاي اللي احنا شفناها، يعني ما كانت قبل قليل ما كانت موجودة، لكن الآن لو حكيت له run ping odd run .2 رابط، فهاي احنا بنقدر نتصل بالانترنت. كمان مثلا جوجل، فهيك احنا نقدر نتصل وكل امورنا تمام. ضل عنا set protocols protocols OSPF area 1-2 بيني وبين router 1 interface EM1. كمان بدي احكي له interface loopback 0، وبالنسبة ل EM2 راح يكون عندي .3 راح نشيله، لكن الان فهاي يعني كل الكونفيجريشن اللي احنا راح نحتاجها هون. نلقي نظرة هون كمان على الكونفيجريشن لنا، شايفين انه عندي 1 2 AM1. المفروض الان لو حكيت له، طبعا انتو شايفين هون انا بحرك الماوس عشان تشوفوا انا وين بتنقل، لاني انا بقدر من هون على يعني على الكيبورد اتنقل بينهم كلهم. يعني بدي اياكم تتابعوا وين الراوتر علشان ما يعني ما مرات بيروح التركيز الواحد ما بطل يعني يعرف اي راوتر احنا بنشتغل، فخليكم يعني مركزين على اي راوتر انا بروح عليه وبعمل له كونفيجريشن. راح احكي له الان set set ما بعرف ليش
الآن راح أحكي له هون set protocols OSPF area area 23 interface. طبعا الانترفيس راح يكون عندنا اللي هو EM EM 2 وكمان بده يكون عندنا EM 7 وبده يكون عندنا كمان EM او لا loopback 0 نحكي له commit. لكن الان انا هون لو حكيت له show route run show route فانا هون عندي full routing table يعني عندي ما في عندي اي مشكلة بالراوتينج تيبل تبعي. لكن ليش؟ لان انا متصل بال يعني هاي الاريا عبارة عن الاريا وعندي هذا الراوتر بوصلني مع الاريا زيرو. لكن هون على الاريا 23 ما في شيء يوصلني مع الاريا زيرو. فنلقي نظرة نحكي له run show route يعني مين اللي موجودات عندي. انا فكرت انه عمل يعني adjacency لانه يعني مستحيل المفروض ما يعمل شيء مثل هيك لكن ما في عندي default. فعرفت انه هو بيعمل generation بالrouting table ل two routes, واحد الراوت تبعت النتورك واحد الراوت تبعت الانترفيس. يعني في عندك 32 انترفيس, ال 24 هي تبعت النتورك. فلو حكيت له run show OSPF neighbors فعندي neighbors. لكن يعني عندي مشكلة اني انا هون يعني لو جيت على الراوتر الاخر حكيت له run ping rabbit بيقدر يعمل بينج عادي ما في مشكلة. لكن هون لو حكيت له run ping 8.8.8.8 rabbit ففي عندي مشكلة. فالحل تبع هاي المشكلة اني اجي لهون اعمل virtual link. فاحنا بدنا نعمل virtual link بهاي المنطقة. يعني بدي اعمل virtual link يوصل المنطقة هاي, يوصل المنطقة هاي تصير عبارة عن منطقة يعني منطقة عبارة عن انتقال من منطقة لأخرى. فأنا بعمل virtual link فبصير زي كأنه الاريا 0 مربوطة بالاريا 23. كيف نقوم بهي العملية؟ نقدر نستخدم loopback address. loopback address تبع R2 نقدر نخليه يعمل virtual link مع الاريا 0. وبهي الطريقة أنا بستفيد من virtual link وبنفس الوقت بستفيد من يعني loopback address. يعني بحل المشكلة وبستفيد من loopback address مباشرة. فأنا لو حكيت له شو حاليا تشوفوا أنه أنا حطيت loopback address هون بالـ OSPF area 1-2. لكن أنا راح أحكي له delete protocols OSPF area area 1-2 interface interface loopback 0. بعدين بعد ما احكي له delete راح احكي له area 0 نعمل هون set يعني set protocols OSPF area 0 interface loopback 0 virtual virtual link router ID نيبر اي دي. نيبر اي دي مين النيبر تبعنا؟ انا هون على راوتر 2
زي ما انتم شايفين هون، هاي راوتر 2، انا راوتر 2 راح اجي من هون اعمل فيرتشوال لينك لراوتر 1. ايش الراوتر اي دي تبع ار 1؟ طيب راح اجي هون انقلكم هون، هو فعليا لوب باك ادرس، فعشان هيك يعني لو اجيت هون حكيت له شو اللوب باك ادرس، هاي شايفين اللوب باك ادرس تبعه، شو اللوب باك ادرس تبعه؟ هاي اللي هو هذا، هاي اللوب باك ادرس. فانا راح اعمل عن طريقه فيرتشوال لينك، هاي النيبر ترانزيت اريا. مين الترانزيت اريا؟ مين الاريا اللي بننتقل عنها؟ عن طريق الاريا بين واحد واثنين فقط، هاي هي كل اللي انا بحتاجه. انتر. الان اللي راح اعمله راح اجي احكي له set protocols OSPF area 0 interface loopback 0 واحكي له commit. نعمل شو الان لو حكيت له run show OSPF neighbors، فانتو شايفين هنا انه مظبوط عندي فول، لكن هاي مش الفيرتشوال لينك تبعنا. فيرتشوال لينك لحديت الان يعني اوف لاين. ليش؟ لانه هاي احنا بنحكي عن اريا زيرو، احنا شايفين هنا فول، لكن بدي اعمل بالاريا زيرو. طب نورجيكم الانترفيسز. فانتو شايفين هنا عندي waiting، هاي طبعا فيرتشوال لينك هو عباره عن بوينت تو بوينت، فانا هذا اللي بدي اياه، لازم يتحول هذا من ويتنج لا يعني دي ار او بي دي ار. فاللي راح اعمله هون راح احكي له سيت بروتوكولز او اس بي اف اريا 0 فيرتشوال لينك نيبر اللي هو 172.20 والراوتر 2 اللي هو 22. ترانزيت اريا، ايش ترانزيت اريا؟ بين واحد واثنين راح تختفي، والاريا يعني هاي الاريا راح تختفي حاليا، والاريا 23 تصير موصوله بالاريا 0. بهي الطريقه بس بحكي له انتر واحكي له كوميت. والان نلقي نظره هون ونشوف الانترفيسز ويتنج دي ار. ليش هو صار الدي ار الستيت تبعه دي ار؟ لانه اللوب باك ادرس تبعه اكبر. لكن اذا انا في عندي تحفظات على انه يكون هو ال ال الدي ار يعني الديزيجنيتد راوتر، فانا بكل بساطه بقدر احكي له البريوريتي تبعتك اكبر ل جونيبر راوتر ار 1. وبهي الحاله يعني باجي بحكي له سيت بروتوكولز OSPF interface area 0 interface virtual link نيبر، ولا هو موجود هون، هون بدي احكي له توقع عندي مش محطوط priority، لكن ما في مشكلة. طيب مش مشكلة يعني، يبدو أنا متعود على سيسكو راوترز أكثر، لكن يعني شيء جميل ترى جونيبر راوترز رائعات يعني. لكن حاليا لو أجيت أنا حكيت له بينج إلى الآن ما في عندي رد. طيب نشوف شو راوت، لا حاليا صار في عندي. طيب للأسف ما تمت العملية. طبعا ايش السبب؟ لازم احكي له run trace route 10.1. هو المشكلة ما بيعمل عملية masquerading. فانا راح اجي لهون اعمل اكزيت
واجي على على الشور وول، فانا راح احكي له شور وول واحكي له ماسكريد، وبدي انزل هون اضيف اضيف اللي هي 172.20.23.0/24 على امل انها تنحل المشكلة عندي، ونحكي له شور وول ريستارت. الان يعني نلقي نظرة هون ونشوف تمام. شايفين يعني مرات يعني بيكونش يعني في عندك يعني الاحساس وين المشكلة بتصير، لكن انت عملية ترابل شوتينج الى دخل بالخبرة، بس الى دخل كمان بالمتابعة ويعني شدة الملاحظة يعني. ومرات يعني ما اخفيش عليكم يعني مرات بقعد ساعات علشان احل مشكلة، بكتشف انه حلها عبارة عن مثلا كلمة واحدة او امر واحد او كذا، فيعني هاي شيء. لكن الان لحديت الان امورنا يعني تمام، امورنا طيبة. الان اللي راح يحدد انه احنا نجحنا بهاي العملية او ما نجحنا اللي هو اللينوكس مشين تبعتنا. فلو حكيت له اف داون للايث زيرو، بعدين انا هون لازم احكي له طيب ماشي سودو. طيب طبعا هذا عبارة عن يعني سي دي ليف سي دي موجود عندي من زمان، فحبيت جنو لينك جنو سينس قديم جدا يعني، هو مش قديم جدا جدا يعني بجوز صار له سنتين او يعني سنتين او ثلاث هيك شيء، لكن جميل جدا يعني، وخاصة هاي الدروب داون منيو يعني من زمان عليها. الحلو كمان انه سنتوس كمان فيه دروب داون منيو، ف يعني هيك بحسسك بايام لينوكس القديمة يعني. فانا راح اعمل السودو اف اب ايث زيرو. الان نحكي له اف كونفيج 100 100، نعمل بينج ل 172.20.133.1 destination host unreachable. ايش السبب؟ طيب شوف ايش السبب. انا عندي هون لو حكيت له show interface EM7 EM7 up. طيب run bing 172.20.133.100. ما بتتم العملية. طيب انا يعني منجرب خلنا ناخذ الإثرنت سويتش هون، خلينا نوصل كيلو اي ديليت وهاي 7 وهاي هون تجربة يعني. شوف الان نلقي نظرة تمام، نعمل هون بينج تمام 100 100، يعني امورنا تمام. الان نيجي هون خلينا نجرب نفوت على جنو. غريب. لا اخذها جميل طبعا. هاي انا عندي قديمة على الاخر. هم حاليا شيء ثاني. طيب خلينا نشوف www.opensource.org 100 100.
يا يعني نوخ دبليو دبليو دوت آخر واحد free software foundation دوت أورغ. تمام زمان على embed your in your blog I don't have blog. طيب احنا يعني قاتلنا علشان نوصل النت لهذا الهوست. طبعا يعني انتو شايفين هون انه احنا فعليا عملنا زي وصلة ما بين ما بين الاريا 0 فعليا واريا 1 2، وصارت بالنسبة الي عبارة عن virtual link عشان تربط. يعني صار هاي شايفين احنا اريا 1 2 من الاسفل، ان الفيرتشوال لينك من الاعلى ربطهم. باقي الحالة احنا بنقدر نربط، يعني مثلا هون بتحط لوب باك وتوصله مع الاريا 0، كمان بتقدر هون تحط لوب باك وتوصله مع هذا الراوتر، وهذا الراوتر يوصلك مع اريا 0، بتقدر تحط كمان راوتر وصلك كذا. هاي ف يعني الاو اس بي اف مش بس انه بتقدر يعني تحط مجموعه من الارياز، لكن انت بتقدر كلهم كمان توصلهم مع الاريا الرئيسيه. هيك يعني بنكون احنا يعني وصلنا الى يعني نهايه هاي الفيديو. طبعا يعني في عندك مثلا هون بتقدر تحكي له run مثلا show OSPF اذا بدك تعمل ترابل شوتينج تشوف النيبرز. في عندك كمان OSPF interfaces. طبعا هون interfaces بتورجيك كل interface ومع مين عامل مع نيبرينج. كمان اذا بتعمل هون exit تقدر هون تحكي له ايش هو الامر اللي هو يعني انك تعمل تريسينج او زي كانك تعمل ديباجينج يعني بال سيسكو راوترز او الاشياء الثانية. فعندك هنا يعني بتقدر تعمل تريسينج، لكن يعني رح نيجي على تريسينج بموضوع ال اللينك ستيت ادفرتايزمنت، لانه في عنا مجموعة من اللينك ستيت ادفرتايزمنت، وفي عنا اريا تايبس، وشو اللي بربط بين لينك ستيت ادفرتايزمنت والاريا تايبس. شاكر لاستماعكم حاليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.